نرجع مع حضراتكم تاني. خلينا نبدا مع حضراتكم الاخبار بطبعا خبر ان طبعا كنا عارفين انضمام محمود بن تايج اللاعب المغربي المنضم حديثا من الدوري الفرنسي لنادي الزمالك. بالفعل شارك النهارده في التدريبات محمود بن تايج، واول تدريب ليه مع نادي الزمالك طبعا في التدريبات الجماعيه، ووصوله لفندق الاقامه خلال معسكر برج العرب اللي بيقام في الوقت الحالي، ودي صور قدامنا لمحمود بن تايج. وكان دخل التدريب بشكل يعني طبيعي، والحقيقه هو كمان كان ليه تصريحات سابقه ان هو مبسوط جدا طبعا بالانضمام لنادي الزمالك، ويعرف ويقدر قيمه وتاريخ نادي الزمالك الكبيره، وعنده علم طبعا بحكم ان هو لاعب مغربي باللعيبه المغاربه اللي عدوا على نادي الزمالك طبعا، وكانوا مميزين اخرهم اكيد بن شرقي، وكان قبلهم كمان ونجم، ولعيبه طبعا عدت على نادي الزمالك. هو نفسه انه يعني يكون دي نقطة بداية بالنسبة له، ويقدر يحقق كل طموحه وطموح جماهير نادي الزمالك، ويعلم انه بيلعب في نادي كبير بينافس على كل البطولات اللي بيشتغل عليها. فالنهاردة بن تايج حضر الفقرة الخططية والفنية طبعا، بالإضافة للتقسيمة اللي كانت موجودة في المعسكر، وكان كمان ليه جزء اشتغله في الجيمنيزيوم داخل الأوتيل اللي مقيمين فيه في المعسكر اللي موجود هناك. أتمنى يا رب ليه التوفيق في الفترة الجاية، ان شاء الله يكون طبعا في امال كبيره محطوطه عليه. الجبهه اليسرى شفنا ان احنا عانينا منها الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا لعده ظروف متنوعه، فغيابات اصابات ايقافات، فان شاء الله يا رب يكون موفق مع المجموعه زمايله. والحقيقه تعودنا الفتره اللي فاتت ان اي حد بيدخل حديثا على المجموعه اللي موجوده في الوقت الحالي لعيبه نادي الزمالك بيقدروا يحتووه بشكل كبير، وبيقدروا يستوعبوا اي لاعب وبينسجم سريعا، ان شاء الله ده يكون موجود الفتره اللي جايه. كمان بما يخص محمد عواد، زي ما قلت لحضراتكم برضو عواد انتظم في تدريبات نادي الزمالك وراح معسكر النهارده وانضم للتدريبات الجماعيه، ويعني شارك اللعيبه خلص التدريب وانضم للمعسكر في الاوتيل. وطبعا امبارح كان نادي الزمالك اعلن عن تجديد عقد محمد عواد لمده 3 مواسم جديده، وكان معاه في التدريب محمد صبحي طبعا ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز تحت قياده لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى. وطبعا ده مش جديد على عواد، موجود في المكان اللي يعني ظهر فيه بشكل مميز جدا السنين اللي فاتوا. على فكره عواد ارقامه كويسه جدا مع نادي الزمالك نظرا للظروف اللي عدى بيها نادي الزمالك. نقدر نصنف ان عواد جاب بطولات، ونقدر نصنف ان عواد كان اشتغل بشكل مميز. على فكره حتى الموسم ده لما بعد شويه تلاقيه لعب حوالي 23 مباراه في كل البطولات تقريبا، فبتتكلم على لعيب رجليه في الملعب، لعيب يعني قريب منك مش جاي من بعيد، دي نقاط على فكره ايجابيه. فانا دايما بشيد وباكد على ان عوده عواد وتجديد عقده ده مكسب كبير لعواد ومكسب كبير لنادي الزمالك، ان يقدر يحافظ على الانسجام والمنافسه تكون شرسه. كنا عندنا المركز ده كنا قلقانين عليه دايما، ان محتاجين اتنين يكونوا في ظهر بعض يشدوا من ازر بعض. عندنا حارسين دوليين، حارسين مميزين صبحي وعواد، حتى لما شفنا الشناوي ابتدى يشتغل محمود الشناوي يبقى معاهم مزاحمهم، لان الشناوي برضو خد حوالي 7 8 ماتشات، فده ريتم كويس قوي انه انت فوقت حارس مرمى معاك برضو يحسسهم ان في حد بيدبدب ورا الحراس اللي موجودين. وان شاء الله كمان ممكن يبقى في فرصه لعمر عبد العزيز زي ما قلت لحضراتكم كمان. واضح ان السياسه اللي موجوده مع مدرب الحراس ان الفلسفه ان خلاص انا حسست الناس كلها ان ممكن اي حد يلعب، واعتقد هم شافوا بعينيهم ده. عواد شويه موجود، شفنا عواد شويه مش موجود صبحي ابتدى يبقى يشتغل لحد ما اتعور، شفنا الشناوي ابتدى يشتغل، وممكن حتى لو عندك ملاحظات لك لعيب صغير في السن بروميسنج جدا بوتنشال عنده امكانيات، فان شاء الله نقدر نشتغل عليها. اكيد طبعا تدريبه مع حارسين كبار زي عواد وصبحي ده هيفرق معاه بشكل كبير. كمان لو كلمت حضراتكم عن مستر جوزيه جوميز، حاطط برنامج فني بشكل عام للاعبين طبعا، ده جانب المران اللي موجود، لان طبعا المران في فتره الاعداد ساعات بيكون متنوع ما بين نواحي بدنيه زايده شويه، نواحي خططيه، نواحي فنيه. ده تنسيق كمان، هو راجل معاه قياسات فاكيد هيبقى عارف كل لعيب محتاج ايه، واقف على العناصر او الشغل الفردي او الانديفيديو اللي بيسموه اللي هو التخصصي اللي ممكن يكون كل لعيب محتاجه الفتره اللي جايه. فالراجل عامل برنامج فني وخططي خاصه للاعبين زي ما قلت لكم، وكان في طبعا مشاركه كل اللعيبه النهارده في التدريب باستثناء الثلاثي الدولي
اللي انضموا لمنتخب مصر بعد ما خلصوا ماتش سبورتنج المباراه الاولى في المعسكر. طبعا عارفين احمد مصطفى زيزو وناصر ماهر ومحمد شحاته، دول انضموا لمنتخب مصر معسكر النهارده. وكمان محمد السيد اللاعب الديفندر برضو غاب عن المعسكر علشان عنده امتحانات، والجهاز الفني يركز على كل تطبيب اللاعبين للافكار التكتيكيه واللي هي ممكن تكون مطلوبه الفتره اللي جايه. المفروض يكون خلاص اللعيبه حفظت بعض وحفظوا طريقه تفكير جوزيه جوميز، وجوزيه جوميز دلوقتي بقى خلاص يعني داخل في بطن اللعيبه كده زي ما بنقولها بلغه كره القدم، اللي عارف كل حاجه وكل صغيره وكبيره، عاشرهم فتره مش قليله، عارف المراكز، عارف مين ينسجم مع مين لو لعب، عارف يقدر يشغل مين دوتوهات مع بعض، يقدر يعمل فورمات للفرقه زي ما هو عايز. وكمان كان في محاضره فنيه النهارده مستر جوزيه جوميز عملها داخل ارض الملعب عشان تصحيح بعض الاخطاء، وكمان كان في تعليمات وافكار فنيه لتنفيذها طبعا اثناء المران. كلنا عارفين ان احنا عندنا ماتش يوم 14 رسمي زي ما قلت لكم قدام الشرطه الكيني، ده مباراه الذهاب في كينيا، فبرضه في طريقنا كده ما عندناش رفاهيه كبيره جدا. عندك ماتشين ببطوله او يعني يخلوك يضمنوا لك استمرار في بطوله الكونفدراليه، وبعديها عندك ماتش تاني ببطوله السوبر الافريقي مع طبعا نادي الاهلي يوم 27 سبتمبر. فالمرحله اللي جايه مرحله فيها حسم كتير، فمحتاج تكون مجهز لعيبتك نفسيا بدنيا خططيا ذهنيا، كل دي كلها عوامل محتاج ان احنا نخليهم فريش، محتاجين ان احنا نرفع الضغوط، نخلي اللعيبه بس تركز في الملعب. وحتى لو في ضم لبعض اللاعبين والاحتياجات اللي احنا عايزينها ده بيفرض مزيد من الهدوء. يعني انا زي ما قلت لكم قصه عواد، قصه بنتاي، قصه بعض اللاعبين برضو لما تكون الامور منظمه ده بيفرض الهدوء على معسكر نادي الزمالك. كمان كان في تدريبات تاهيليه متنوعه للاعبين طبعا في خلال تمرين النهارده، كان في فقره تدريبيه تاهيليه متنوعه خلال التمرين، وكان في يعني نزول بالحمل البدني. كلنا عارفين طبعا ان كان في ماتش امبارح قدام سبورتنج، وزي ما قلت لكم انتهت بفوز الزمالك 3-0، والجهاز الفني قسم اللاعبين لكذا مجموعه علشان بعض التدريبات بالكوره ضمن البرنامج المحطوط للاعبين. والمعسكر زي ما قلت لكم المغلق هيكون حتى يوم 7 سبتمبر اللي جاي، يعني لسه قدامهم 6 ايام، وهيكون اختتم المعسكر بالماتشات اللي متبقيه زي ما قلت لحضراتكم. كل التوفيق يا رب للاستمرار بشكل مناسب. وانا بحب دايما المعسكرات لما تتم دايما يبقى المدير الفني الذكي اللي يقدر يستفيد بالمعسكر اقصى استفاده ممكنه. ساعات ما بيكونش متاح لك كتير انك تشتغل معسكر 10 ايام او 8 9 ايام يكونوا مع بعض علشان تحفظ او علشان تعيد ترتيب اوراقك او علشان تخلي العيب يجهز. فعارفين انها شبه فتره اعداد زي ما قلت لكم، مش فتره اعداد كامله نظرا للظروف الاستثنائيه اللي موجود فيها الموسم اللي فات، لكن مهم وانت بتشتغل المدير الفني يكون مقسم شغله مع باقي المساعدين عشان يطلع باقصى استفاده. اقصى استفاده بقى نواحي بدنيه، اقصى استفاده نواحي نفسيه، اقصى استفاده حتى في المحاضرات الكتير والكلام والتحفيظ، لان فيه شغل نظري مهم بيكون موجود. كمان كنا عايزين نعرف بقى اسامي طبعا مستر جوزيه جوميز استقر عليها في القيد في القائمه الافريقيه. خليني اقول لحضراتكم على اسامي الفريق في القائمه الافريقيه للموسم الجديد. حراسه المرمى هيكون في محمد عواد طبعا بعد قيده امبارح، محمد صبحي، محمود الشناوي، عمر عبد العزيز، وخط الدفاع عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، احمد فتوح، حمزه المسلوسي، محمود الونش، احمد محمود، حسن ابو المعاطي، احمد مجدي، محمود بنتايج. خط الوسط هيكون فيه نبيل عماد دونجا، زياد كمال، محمد شحاته، سيد عبد الله نيمار، شيكابالا، ناصر ماهر، مصطفى شلبي، احمد حمدي، عبد الله السعيد، احمد زيزو، محمد عاطف، احمد عبد الرحيم ايشو، ومحمد السيد. خط الهجوم ناصر منسي، حسام اشرف طبعا منضم حديثا واحد هدافين الدوري ان شاء الله برضو يكون اضافه قويه لنادي الزمالك، سامسون اكينيولا وسيف الدين الجزيري. لاحظنا طبعا ان ممكن يكون في بعض اللعيبه اللي بقالهم فتره غايبين او مصابين، لكن من الواضح ان شاء الله يا رب عندنا ثقه بالمواعيد. طبعا البطوله ممتده لحد شهر 5 اللي جاي، لو ان شاء الله لو وصلنا لادوار النهائيه باذن الله ان شاء الله تكون لعيبتنا رجعت بالسلامه. في لعيبه منهم ممكن يكون ناقصهم شهر ولا شهرين او ثلاثه حتى يكونوا راجعين لنا باذن الله بالسلامه.
كمان كنت بقول لحضراتكم وبنأكد على انضمام ثلاثي طبعا نادي الزمالك لمنتخب مصر. خلاص انضم زيزو وانضم ناصر ماهر ومحمد شحاتة لمنتخبنا الأول طبعا لكرة القدم بقيادة كابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن. وكان مسؤولين نادي الزمالك كانوا مقررين في وقت قبل كده سابق ان هينضم اللعيبه الثلاثه لمعسكر المنتخب يوم 1 سبتمبر، وبالفعل ده اللي حصل النهارده بعد ما قعدوا المباراه الوديه مع نادي الزمالك والتزموا مع ناديهم بشكل طبيعي جدا وبشكل احترافي وبشكل منظم، وينتقلوا للميعاد الطبيعي والدولي لمنتخب مصر. ومشوا بعد الماتش زي ما قلت لكم اللي اتلعب طبعا امبارح، وطبعا ما فيش شك ان احنا بنتمنى لهم اكيد التوفيق، لان احنا عارفين ان المنتخب هي داخل على مرحله مش سهله، ماتشين في غايه الاهميه. نتمنى يا رب كل التوفيق للاعبتنا وكل التوفيق لمنتخب مصر الفتره اللي جايه.